كانت أستاتي تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية بابا. شوقت مغنية الراب إلهام العرباوي والمعروفة بإيلي جمهورها لاكتشاف المفاجأة التي تضمنها أحدث أعمالها الغنائية بابا التي ستصدرها عما قريب عبر قناتها الرسمية على موقع رفا الفيديوهات الشهير يوتيوب. ونشرت أمس إيلي على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام برومو أغنيتها الجديدة بابا الذي أشرف على إخراجها على طريقة الفيديو كليب المخرج يوسف أسواري. وأرفقت ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الساتي هذا المقطع بتعليق جاء فيه: ترقبوا جزءا من حياتي سيتم الكشف عنها. بدوره مخرج العمل يوسف أسواري روج لبرومو أغنية بابا عبر حسابه على تطبيق الإنستغرام وكشف لأحد المواقع الإلكترونية عن موعد إصدار الكليب الذي جرى تحديده في تاريخ 6 من شهر نوفمبر الجاري. ويشار أن الفنانة إيلي وترويجا لهذا العمل الغنائي قد عمدت إلى حذف جميع صورها ومنشوراتها السابقة عبر حسابها على موقع الإنستغرام الذي يتابعها عبره أكثر من 1,000,000 متابع. من جهة أخرى تحضر إلهام العرباوي لألبومها الغنائي الجديد الذي سجلت منه عددا من الأغاني، اختارت من ضمنهم أغنية بابا والديو الذي جمعها بالرابور ماجيك من أجل تصويرهما على طريقة الفيديو كليب.